هل كانت السيدة زينب مهيئة لمسيرة النهضة الحسينية قبل واقعة الطفو، وكيف تعاملت مع هذه الحادثة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. زينب وما أدراك ما زينب. زينب سلام الله عليها معصومة بالعصمة العامة، وهناك روايات وإشارات كثيرة إلى هذا المعنى. زينب ليست بالمرأة الاعتيادية، وعاصرت النبي وأمها الزهراء سلام الله عليها والأمير المؤمنين والحسن والحسين، وهي عالمة غير معلمة كما يقول عليها الإمام زين العابدين سلام الله عليه. حقيقة زينب هي يعني شكلت الجزء الثاني من النهضة الحسينية، ولولاها مع وجود طبعا الإمام السجاد سلام الله عليه الذي كان مريضا، يعني دوره كان مع السبايا، لولاها لثورة الإمام الحسين لم تكن بهذا الرونق، ولم نعرف عن ثورة الإمام الحسين وأهداف الإمام الحسين كما تعرفنا عليها الآن. فالإمام الإمام الحسين سلام الله عليه عندما أخذ عياله معه وعلى رأسهم زينب، كان له أهداف يعني مهمة، أهداف استراتيجية كما يقال. الهدفين المعروفين اللي الإنسان لأول وهلة يعني يعرفها، هي أنه أولا مسألة العاطفة والمشاعر. ثورة الإمام الحسين من أحد الأمور المهمة التي أدت إلى انتشارها، هذا الانتشار الكبير، هي قضية مظلومية الإمام الحسين وأصحابه وأهل بيته. ولا شك أنه الظلام اللي تقع على النساء وعلى الأطفال، نعم، تأثر بالمشاعر أكثر من الرجال. بالنتيجة لو كان الرجال لوحدهم لكانت المسألة حرب اعتيادية، يقتلون ويقتلون وتنتهي كأي حرب أخرى. لكن وجود أهل البيت النساء والأطفال كان له الأثر البليغ في قضية إبراز المظلومية وإثارة المشاعر عند المستمع، عند المشاهد، عند اللي يتعرف على هذه الثورة. الهدف الثاني المهم هو إكمال ثورة الحسين إعلاميا. يعني إلى عصر عاشوراء كان السيف هو الحاكم وهو الفيصل، أما بعد العاشر، بعد عصر العاشر من محرم، صار الكلام، صار اللسان، صار البيان، صار الصوت هو الحاكم.